هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل الطلاب في كل المراحل العمريه المختلفه. واكيد طالما قلت الجمله دي هتعرفوا ان الفيديو ده فيديو جرامر، لان زي ما اتفقت معاكم ان فيديوهات الجرامر مش هتبقى لسنه عمريه واحده بس، حتى لو انا محدده ان الجرامر ده شرح مثلا لفيديوهات سنه سته ابتدائي، لكن ان الجرامر زي ما احنا عارفين وبقول لكم دايما، الجرامر هو عباره عن اساسيات لغه، قواعد لغويه بندرسها، فالقواعد دي ثابته، هي جرامر قواعد للغه الانجليزيه عامه، سواء مدارس حكومه او مدارس خاصه او مدارس تجريبيه او مدارس لغات. اختلاف كل مدرسه طبعا، فيه بتبقى في مدارس اللغات بيبقى كل مدرسه ليها منهج خاص بيها، بس المنهج ده هي مش هتخترعه، هو اصلا اساسه الجرامر، بس في مدرسه بتاخده بتوسع اكتر بتفاصيل اعمق شويه بصعوبات متدرجه شويه، لكن في الاساس الجرامر واحد. علشان كده اي فيديو جرامر يقدر اي طالب في اي مرحله دراسيه ان هو يستفيد بيه، لان الجرامر هو عباره عن اساسيات واحده بس بتفاصيل بتدرج معين في الصعوبه وبتعمق اكتر كل مرحله العمريه الدراسيه كبرت اكتر. في الجرامر ده انا مجمعه كل في الفيديو ده انا مجمعه كل جرامر سنه سته ابتدائي منهج تايم فور انجلش للصف السادس الابتدائي الترم الثاني، تمام؟ هنشرح فيه كل الجرامر اللي شرحته معاكم في فيديوهات الشرح، فطبعا مجمعاه في الفيديو ده. اتمنى يكون مرجع ليكم ان شاء الله مفيد ومهم وتستفيدوا بيه، ويستفيد كمان بيه كل الطلبه اللي منهجهم هيبقى فيه الجرامر ده. هنتطرق فيه الموضوعات لغويه كتيره، نسمي الله ونبدا بسم الله. واول جزئيه جرامر في المنهج عندنا اخذناه في الترم الثاني كانت عن الفرق بين الصفه والحال. تعالوا نشوف كده، هي الصفه دي عباره عن ايه يا ولاد؟ الصفة في العربي كده حتى، الصفة عبارة عن ايه؟ الصفة دي كلمة بوصف بيها حد، صح؟ بوصف بيها ايه؟ اسم، بوصف بيها شخص او مكان، صح؟ يعني معنى كده ان الصفة دي بتوصف ايه؟ بتوصف اسم، تمام؟ يبقى الصفة بتوصف اسم، بصوا كده معايا اهو، الصفة بتصف الاسم، تمام؟ والصفة بتيجي قبل الاسم وبتيجي بعد verb to be، اللي هو verb to be اللي هو مين؟ am و is و are. يعني اقول I am a doctor، he is a doctor، they are boys مثلا، هم يكونوا اولاد. لكن لو انا عايزة بقى اقول صفة هقول I am a good boy، he is a beautiful girl، هي بنت جميلة، تمام؟ طيب الصفة بتوصف اسم، طب أمال الظرف بقى؟ هو إيه الظرف وإيه الحال أصلاً؟ بصوا كده، الظرف اللي هو الحال هو الظرف ده بيوصف الفعل، الفعل مش الاسم، خدوا بالكم، بوصف الفعل، بوصف التصرف نفسه، ما بوصفش الشخص، تمام؟ الظرف بيجي بعد الفعل، الظرف بيكون اخره ال وواي، والظرف بيجي في اخر الجمله، تمام؟ تعالوا كده نشوف الفرق بين الصفه وبين الحال في جدول. يعني لو انا بوصف شخص انه سيء، باد، باد، هي از ا باد بوي، هو ولد سيء. لكن لو بوصف طريقه تصرفه، سلوكه، فعله او طريقه التحدث بتاعته، بادلي، بطريقه سيئه، بادلي. خدوا بالكم الضاف ايه؟ الواي. هنا كوايت هادئ، كوايتلي، بهدوء. لود عالي، لو بوصف مثلا صوت ان هو عالي، طب هنا لاودلي، بصوت عالي. طب كويك، سريع، كويكلي، بصوا بضيف ايه كل مره؟ ال والواي. هنا سلو، بطيء، سلولي. هابي، سعيد، هابيلي. ساد، حزين، سادلي. تلاقينا في كل حاجه، في كل الفرق بين الصفه وبين الحال اضافه ال واي، اضافه ال واي. طب الحكايه دي ثابته؟ لا، القاعده دي ليها شواذ، وطالما القاعده ليها شواذ الظروف اللي غير منتظمه اللي هي الشاذه بحفظها زي ما هي،
بحفظها زي ما هي. زي ايه؟ بصوا كده، الصفة جود، جيد. طب بطريقة جيدة، ويل، اهي اختلفت تماما. طب فاست، سريع. فاست، بسرعة. هارد، صعب. هارد، بصعوبة. رايت، صحيح. رايت، بطريقة صحيحة. والجي اتش دي سايلنت وما بنطقهاش. رونج، خطأ. ورونج، بطريقة خاطئة. والدبليو دي سايلنت وما بنطقهاش. بصوا كده، لو احنا شفناها في المنهج عندنا في كتاب المعاصر اهي، بصوا يا ولاد، لو انا هنا بقول ان البنت دي بتعزف بطريقة جيدة، انا هنا بوصف البنت ولا بوصف طريقة العزف؟ بوصف طريقة العزف نفسها، فبقول بطريقة جيدة ولا لو بطريقة سيئة اهي بادلي. طب بهدوء، كوايتلي. طيب بصوت عالي، لاودلي. بسرعة، كويكلي. ببطء، سلولي. طب بسعادة، هابيلي. طب بحزن، سادلي. تمام. طيب خلاص، احنا كده عرفنا ايه بطريقة معينة ازاي او الحال. بصوا كده، هنا لما قال doctors help sick people، الاطباء يساعدوا الناس المرضى. sick هنا معناها مريض، وهي صفة للاسم اهي بيبول، وهي جت قبل الاسم. تمام. هنا لما وصفت رودينا انها سعيدة، قلت رودينا is happy، و is دي اهي من verb to be. لكن خدوا بالكم بقى في المثال ده لما اقول ايه، رقية plays the tuba happily. انا بوصف هنا رقية ولا بوصف طريقة العزف بتاعت رقية؟ لا، انا بوصف العزف بتاعت رقية انها بتعزف بسعادة. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى جزئية تانية ونتعرف ازاي نسأل عن طريقة حدوث الفعل. كلمة هاو هي كلمة من كلمات الاستفهام او ادوات الاستفهام، وهي معناها كيف، وبسأل بيها عن كيفية حدوث فعل معين. هاو، هاو. تمام. طيب بصوا كده، لما نقول امثلة على الكلام ده، يعني لما اسأل هاو ديد، والفاعل طبعا والمصدر، ده تكوين السؤال العادي. لو انا قلت مثلا هاو ديد شي بلاي ذا زايلفون، يعني كيف هي كانت بتعزف على آلة الزايلفون، فهقول شي بلايد هابلي، اهو هي بيسألني عن طريقة عزفها. هاو ديد يو بلاي ذا درام، كيف انت بتعزف على الطبلة، بيقول انا بعزف بسرعة. هاو بسأل بيها عن الكيفية، بسأل بيها يا ولاد عن ايه؟ عن الكيفية. تمام. بعد كده بقى تعالوا نيجي لجزء من الجرامر مهم جدا جدا، وهنتكلم فيه كتير لانه هو من اساسيات الجرامر، استخداماته كتيرة جدا، ولازم تلاقوه في اي منهج في اللغة الانجليزية. وهو زمن من الازمنة في اللغة الانجليزية، وهو زمن الماضي البسيط، وهتلاقوا له حلقة كاملة في سلسلة تأسيس الفيديوهات التأسيس على القناة بالتفصيل بقى. زمن الماضي البسيط حتى عاملاه على 3 حلقات، الزمن شرح الزمن نفسه في فيديو مدته تقريبا 13 دقيقة، والنفي في فيديو، وكانت تكوين السؤال في زمن الماضي. بصوا يا ولاد، زمن الماضي البسيط هو من اسمه كده الايه؟ الماضي. يعني ايه الماضي ده؟ يعني حاجة حصلت وانتهت خلاص. طيب امبارح ده ماضي، الاسبوع اللي فات ماضي، الشهر اللي فات ماضي، السنة اللي فاتت ماضي، اي وقت عدى وانتهى ماضي. تمام. خلاص احنا كده عرفنا ان زمن الماضي بيعبر عن فعل حدث وانتهى في الماضي. طيب هو بيتكون من ايه؟ زمن الماضي البسيط في نوعين من الأفعال، كل زمن في نوع من الأفعال، لكن زمن الماضي له نوعين. إيه النوعين دول؟ أفعال منتظمة regular verbs، وأفعال غير منتظمة irregular verbs. طيب إيه الأفعال المنتظمة ديت؟ أفعال منتظمة ماشية على النظام، يعني بتسمع الكلام، بتتبع النظام اللي حطه الماضي البسيط. طب النظام ده
هو إن أنا بضيف للأفعال النهايات التلاتة دي أي نهاية من التلاتة دول، يا إما دي يا إما إي دي يا إما آي وإي ودي. يعني لو الفعل أخره حرف إي زي لايك أو ليف بضيف لهم دي وبيبقى لايكت أو ليفد. لو الفعل انتهى بأي حرف تاني غير حرف الإي بضيف له إي ودي زي الفعل بلاي يلعب بيبقى بلايد. طيب لو الفعل انتهى بأي حرف بحرف الواي وكان قبل الواي حرف ساكن زي الفعل استدي، واستدي دي اهي فعل اخره حرف الواي وقبل الواي حرف ساكن، بعمل ايه؟ بحذف الواي وبحط بدلها الاي والاي والدي وبيبقى استدد. دي كده الافعال المنتظمه هي بتمشي على النظام ده، ليها قاعدة معينة بمشي عليها. لكن النوع التاني هي الأفعال الغير منتظمة اللي ما بتمشيش على النظام ده، تمام؟ علشان كده سميناها غير منتظمة، هي أفعال شاذة، هي شاذة عن القاعدة اللي حاططها زمن الماضي البسيط. والأفعال دي الحل فيها إيه؟ بحفظها زي ما هي، بحفظها زي ما هي. مثال للأفعال دي مثلا drink يشرب drank أهو، بصوا الحروف بتتغير، eat ate one one go went، بصوا take took do did say so، افعال كتيره جدا. في حلقه مجمع لكم فيها اهم الافعال الشاذه في اللغه الانجليزيه تقدروا تستفيدوا بيها في برضو في فيديوهات تاسيس القناه. بصوا بقى يا ولاد، في زمن الماضي البسيط احنا عرفنا ازاي بنكون جملة ازاي في زمن الماضي البسيط، اولا يعني بنعمل ازاي جملة في زمن الماضي البسيط. بصوا اهو، طبعا الجملة في اللغة الانجليزية بتبدأ بالفاعل وبعدين الفعل، فانا بقول في جملة في زمن الماضي هقول مثلا هي هو الفاعل واهو play played he played هو لعبة هو لعبة، كده انا بتكلم في الماضي، تمام؟ هو لعب كرة قدم أمس، هي بلايد فوتبول يستر داي. طيب تمام، إزاي بقى أعمل جملة منفية في الماضي؟ ها يعني إزاي أقول على حاجة ما عملتهاش في الماضي أعمل إيه؟ تعالوا بقى نتكلم على النفي في زمن الماضي البسيط. طيب طالما قلنا نفي يبقى على طول not not، بس خلي بالكم not مش هتيجي لوحدها، لازم فعل مساعد يجي معاها يساعدها ويسندها علشان أكون بيه الجملة المنفية. وفي فعل مساعد من الأفعال اللي في المساعدة في اللغة الإنجليزية هو did. did ده الراعي الرسمي لزمن الماضي البسيط، اي حاجه فيها ماضي بسيط هتلاقوا ديد فيها على طول، اتفقنا؟ يبقى ديد جت مع نوت علشان تساعدها وبقت ديد نوت، والاختصار بتاعها didn't didn't، هي هياها نفس المعنى بس ساعات بنلاقيها كده والاكتر بنلاقيها كده didn't، اهي بشيل الاو وبحط بدلها الابوستروفي وبيبقى معناها لم يفعل. ودايما دايما هي، بصوا اساسا هي ديد جت تساعد نوت خلاص، طيب بس هي قالت انا هاجي اساعد في الجمله المنفيه بس عندي شرط ان لازم يجي بعدي الفعل في المصدر. يعني ايه الفعل في المصدر؟ يعني الفعل من غير اي اضافه خالص، الفعل بصورته العاديه خالص. تعالوا كده نشوف، بصوا يا اولاد كده ازاي، ايه الرول اللي عندي ان انا هعمل جمله منفيه؟ اول حاجه السبجكت الفاعل، بعد كده didn't، بعد كده الفعل في المصدر. يعني لو انا قلت مثلا هنا I didn't play يبقى انا عارفة ان الجملة دي في الماضي ومعناها انا لم العب. He didn't eat هو لم يأكل. They didn't sing هم لم يغنوا. تمام كده؟ طيب تعالوا نشرح اكتر علشان نفهم اكتر. بصوا يا ولاد، لو انا قلت هنا جملة اهي عادية وقلت استنوا انا هخبلكم هنا علشان تشوفوا، I أنا سوري ده الفاعل I أنا
went اهو went دي ايه؟ فعل في زمن الماضي صح؟ اهو went went الماضي من go. I went to school yesterday. انا ذهبت الى المدرسة امس امبارح. yesterday معناها امبارح. طيب انا عايزة انفي الجملة دي، عايزة اقول انا لم اذهب، اعمل ايه؟ بصوا يا ولاد، علشان اقول انا لم اذهب الفاعل هو هو ما بيتغيرش. طب انا عايزة اقول انا لم اذهب، هنده على مين على طول في النفي؟ على didn't على طول، على طول اللي بتساعدني I didn't. بس بعد didn't ينفع احط went؟ لا ما تنفعش، didn't مش هترضى. didn't شرط علينا من الاول ان لازم يجي بعدها الفعل في المصدر، علشان كده هقول I didn't go. جبت go منين؟ الفعل في المصدر من الفعل went اهو، لان went اصلا لو انا فكتها في الماضي اهي didn't go، didn't go في النفي، فهقول I didn't go to school yesterday. اللي بيتغير الفعل يا ولاد، اللي بيتغير الفعل بس، خلي بالكم انا بعرف اصلا زمن الجملة من الكلمة الدالة والفعل. خلي بالكم الكلمة الدالة دي كنز في الجملة. انا نفسي لما اجي احل اي اكسرسايز بدور على الكلمه الداله، عارفين ليه؟ علشان هي من اسمها كده، هي اسمها كلمه داله، هي بتدلني ان الجمله دي في الزمن المعين ده. يعني yesterday اول ما شفتها عرفت ان الجمله دي في زمن الماضي البسيط. ودايما الكلمه الداله والفعل متفقين مع بعض، يعني لو الكلمه الداله في الماضي يبقى لازم الفعل يكون في الماضي. تعالوا ناخد اكزامبل تاني. بصوا كده، لو انا قلت هنا he played football last week، هو لعب كرة القدم الاسبوع اللي فات. last week، last week ده برضو كلمة دلة على زمن الماضي. طب انا عايزة اقول هو لم يلعب، عايزة انفي، اعمل ايه؟ هنزل الفعل زي ما هو، وبليد دي هحط didn't، didn't اهي، و بلاي بقى اهو هحذف الاي دي، هحذف النهايه اللي في الفعل. ليه؟ علشان didn't لازم لازم الفعل في الماضي اهي، كاني بفك بلايد لديدنت وبلاي. تمام، بصوا يا اولاد كده اهي، لو قلت هنا برضو he washed the car، اهو هو غسل العربيه، هو لم يغسل، هعمل ايه؟ بدل washed didn't wash، didn't wash. تمام، طيب هنا برضو she ate the cake، هي اكلت الكيك، she didn't eat. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف جزئية تانية برضو في الماضي. تمام، احنا لسه برضو في تكوين النفي في زمن الماضي. هو verb to be اصلا في المضارع بيتكون من ايه؟ verb to be في المضارع مش في الماضي، verb to be في المضارع بيتكون من am و is و are، وكان معناه فعل يكون. طيب verb to be بقى في الماضي اللي هو معناه كان مش يكون بقى، بيتكون من ايه؟ بيتكون من was و were، was و were. ما هو am و is الماضي بتاعهم was كان، و are الماضي بتاعها where. يعني لو انا قلت مثلا انا كنت سعيد هقولها ازاي؟ I was happy، I was happy. عرفت كده ان الجملة فين؟ في الماضي، علشان was ده verb to be في الماضي. طب انا ما كنتش سعيد هقول ايه؟ I was not happy. ايه ده؟ فين didn't؟ ها مين يقول لي ليه ما حطناش هنا did؟ عارفين ليه؟ بصوا يا ولاد ركزوا معي، نوت بتيجي لازم فعل مساعد يساعدها، اتفقنا على كده، واتفقنا ان كان بيجي معاها ديد صح؟ اهي كان بتيجي معاها ديد. تمام، بس خدوا بالكو ان ووز اصلا فعل مساعد، يعني ينفع انت يكون عندك في البيت عيش وهتخرج تجيب عيش من برا؟ هو نفس الكلام ينفع يبقى في الجملة اصلا فعل مساعد اللي هو ووز وتنده لديد تيجي معاها؟ ما ينفعش، ما ينفعش اتنين فعل مساعد يتحطوا في الجملة. طب
طالما ووز موجوده خلاص بنكتفي بيها، ويا دوب بنحط نوت بس لوحدها جنبها. يعني هنا بدل اي ووز هابي، لا انا حطيت نوت هنا في النص بعد ووز، وقلت اي ووز نوت هابي، انا لم اكن سعيدا. نفس الحكايه لو قلت زي وير هابي، هعمل ايه؟ نوت جنب وير، زي وير نوت هابي، لم يكونوا سعداء. اتفقنا؟ يبقى بعد ووز بحط نوت، وبعد وير بحط نوت، والاختصار بيبقى wasn't او weren't. اتفقنا؟ طبعا امتى بختار ووز مع الضمائر؟ انا عندي الضمائر اللي في اللغة الانجليزية كلها 7 ضمائر، اللي هما I وهي وشي وإت وذي ويو ووي. I وهي وشي وإت او اي اسم مفرد اتفقوا انه هيكون صاحبتهم was او wasn't في النفي، وذي ويو ووي واي اسم جمع اتفقوا انها هيكون صاحبتهم were او weren't في النفي. اتفقنا؟ طيب بصوا كده، طبعا احنا خدنا امثلة كتير. تعالوا بقى نشوف ازاي اسأل في الماضي. احنا كده خدنا النفي في الماضي، اعمل جملة منفية ازاي في الماضي؟ ازاي اسأل في الماضي؟ ايه ده؟ هنلاقي برضو ديد. احنا اتفقنا خلاص هي الراعي الرسمي بتاع زمن الماضي البسيط. طيب انا ممكن ابدأ السؤال بديد، وممكن ابدأ السؤال بأداة استفهام، بس برضو في ديد. تعالوا نبدأ الاول بديد. لو بدأ السؤال بديد يبقى معناه هل، لان ديد فعل مساعد، واتفقنا ان احنا لو بدأنا السؤال بفعل مساعد هيكون معناه هل، ويكون الرول اللي عندي، القاعدة اللي عندي اللي همشي عليها هي ديد والفاعل، والفعل في المصدر، وهيبقى السؤال ديد هي بلاي، هل هو لعبة؟ ديد ذي ايت، هل هم اكلوا؟ ديد شي سينج، هل هم هل هي غنت؟ خدتوا بالكم ان الفعل جه فين؟ في المصدر، حتى مع هي وشي وايت. بهو خلوا بالكم ان ديد بتيجي مع كل الضمائر، ديد بتيجي مع كل الضمائر، ولازم بتشترط ان الفعل يجي بعدها في المصدر. يبقى ديد سواء في السؤال او في النفي هي شرطها واحد، هي واضحه جدا بصراحه من البدايه، وقالت ان شرطي لازم يجي بعدي الفعل في المصدر. لو انا سالت السؤال ده، خدوا بالكم بصوا هعمل ايه. ادي ديد، بعدها الفاعل هي، بعدها الفعل في المصدر اهو، حذفت الاضافه. ديد هي بلاي فوتبول يستر داي، هل هو لعب كرة قدم أمس؟ خلي بالكوا في منهج اللغات ساعات بيقولكوا كده correct، أو إن هو بيديلكوا الجملة مثلا ويقولك اعمل question، اعمل سؤال، صح؟ هنا لو عندي مثلا she went to school last week، هي ذهبت إلى المدرسة الأسبوع الماضي. لو أنا عملت سؤال هقول did she go، did she go. بصوا أهو بعد she حطيت go مش went، ما ينفعش أحط went خالص. طب ازاي اسأل بقى في الماضي بأداة استفهام؟ هعمل ايه؟ نفس الرول اللي عندي، بس هحط في الاول أداة استفهام زي what او where او why او who او when او how او اي أداة استفهام. طب وبعدها؟ بعد أداة الاستفهام، تكوين السؤال الطبيعي اللي عندي ان بعد أداة الاستفهام الفعل المساعد، والفعل المساعد هنا في الماضي مين؟ did. طب وبعده مين؟ الفاعل. خلي بالك الفاعل ممكن يكون اي حاجة من دول، اي او هي او شي او ات او ذي او يو او وي، اي حاجة من ضمائر الفاعل، او اسم مفرد، اسم جمع، اي حاجة. اتفقنا ان ديد مع كل الضمائر، بعدها الفعل في المصدر، بعدين بقية الكلام. خلي بالك ده كده رول قدامك، دي كده قاعدة قدامك. عارفين كده زي ما انتوا في الرياضة او في العلوم بتبقوا قدامكم قاعدة معينة وبتحفظوها وبتطبقوا عليها، قانون المثلث مثلا، العرض في الطول بيساوي كذا، مش عارفة ايه، برضو ده تكوين السؤال بتمشوا عليها وبتبدأوا تطبقوا وتحلوا عليه. بصوا يا ولاد، لو انا سألت هنا سؤال، لو قلت هي بوت ا بوت، طبعا اشترى الماضي من باي، هي بوت ا باج يسترداي، هو اشترى شنطة امبارح. عايز اسأل ماذا هو اشترى، هو اشترى ايه؟ هبدأ بوات، اداة الاستفهام، وبعدها الفعل المساعد ديد، وبعدها الفاعل هي،
وبعدها الفعل في المصدر. الأساس واحد، طالما حافظ الرول اللي عندك، القاعدة اللي عندك، بأمر الله هتحل صح. هنا I went to the zoo last week، أنا ذهبت إلى حديقة الحيوان الأسبوع الماضي. عايز أقول له أين ذهبت؟ أنا بسأل عن المكان، تمام؟ هقول إيه بقى؟ Where did you go last week؟ خلاص؟ بصوا يا أولاد، خلي بالكو هنا بنسأل بكل أدوات الاستفهام. طبعا في أي منهج لغات بتلاقوا كده الجملة وبيقولك مثلا اسأل بهو، فأنت بتطلع بقى أنت هتسأل إيه. هو طبعا معناها من، بسأل بيها عن الأشخاص، فأنا هحذف هنا اسم الشخص وهقول Who did you meet yesterday؟ مين اللي قابلته امبارح؟ برد وبقول I met، أنا قابلت، قابلت الماضي من ميت، تمام؟ ده كده ازاي اسأل سؤال في الماضي. طب ازاي اسأل بقى سؤال بوز؟ ها، ما هو ووز وير برضو فعل كان في الماضي، معناها هل كان، هل كان ووز، ووز اتفقنا ان ووز صاحبة اي وهي وشي وإيت واي اسم مفرد، ووير صاحبة يو وزي ووي واي اسم جمع، تمام؟ طبعا انا عشان ما اطولش الفيديو، بس شرح ازاي تسال في سؤال في الماضي وازاي تعمل جمله منفيه في الماضي بالتفصيل هتلاقوها في قائمه سلسله تاسيس سلسله فيديوهات التاسيس. تعالوا بقى نشوف جزئيه تانية برضو في المنهج عندنا، وهي ازاي اسال عن عدد مرات حدوث فعل معين. ازاي تسال عن عدد مرات حدوث فعل معين؟ تعالوا كده نشوف. بسأل بحاجة اسمها أداة استفهام، هي how often، how often معناها كم مرة، how often كم مرة. بسأل بيها عن عدد مرات حدوث فعل معين، وبيكون تكوين السؤال، خدوها قاعدة يا ولاد، أي تكوين سؤال عندي أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل في المصدر، how often ومعاها do أو does وبعدين الفاعل وبعدين الفعل في المصدر، وبيكون الإجابة على السؤال ده حاجة من دول: once معناها ذات مرة، مرة واحدة، twice معناها مرتين، three times ثلاث مرات، time هنا معناها مرة مش وقت، four times أربع مرات، five times بزور المكان ده مثلا خمس مرات. كلمة a day معناها كل يوم، a week كل أسبوع، a month كل شهر، a year كل سنة. وخدوا بالكو إن a هنا معناها كل أو في كل، يعني لو أنا قلت مثلا once a day، ماشي، لو أنا بروح بذهب إلى التسوق مرة كل يوم هقول إيه بقى؟ once a day، مرة كل يوم. بذهب لجدتي مثلا مرتين في الأسبوع، twice a week، مرتين كل أسبوع. طيب بصوا كده example: how often do you visit the museum؟ كم مرة أنت بتزور المتحف؟ هرد وأقول I visit، أنا أزور the museum المتحف. هقول بقى عدد المرات: three times a year، ثلاث مرات في السنة، تمام؟ تعالوا نتنقل لجزئية تانية عندكم في المنهج هنا، وهي جزئية، بصوا احنا خدنا الفرق بين verb to be. تعالوا بقى هنتعرف على فعل مساعد في اللغة الإنجليزية، وهو فعل مشهور قوي. الأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية كتيرة جدا، هو الفعل كان. فعل كان ده برضو ليه حلقة لوحده، فيديو لوحده. الفعل كان ده فعل مساعد من الأفعال الناقصة. ثواني كده، هو اسمه فعل مساعد، هو بيساعدني في الجملة. طب هو من الأفعال الناقصة، عارفين اسمهم أفعال ناقصة ليه؟ علشان لو انا قلتهم في الجملة بس وسكت، الجملة هتبقى ناقصة، مش هتكمل، مش هيديني جملة تامة مفيدة.
يعني لو انا قلت لك مثلا اي كان بس، انت كده فهمت حاجه؟ لا، الجمله ناقصه. طب تعالوا نعرف معنى كان اصلا. كان معناها يستطيع، وهي الفعل ده بيعبر لي عن الاستطاعه، عن المقدره على فعل شيء معين. بيجي بعده فعل بيتمم لي معنى الجمله، تمام؟ خلي بالك عمرك ما هتلاقي كان في حرف الاس، حتى مع هي وشي وات اللي هم اصلا بيحبوا حرف الاس وبيجبروا اي فعل بعدهم نضيف له حرف الاس، لكن كان لا، ما ينفعش تضيف له حرف الاس خالص. خلي بالك كان ده له تصريف تاني بس، كل فعل في اللغه الانجليزيه له 3 تصريفات، بس كان له تصريف تاني بس. هنعرفه ايه هو؟ لانه عندك في المنهج. كان بيجي مع كل الضمائر. كان بيشترط شرط واحد بس، ان لازم الفعل بعده يجي في المصدر. بصوا كان هتلاقوها مع كل الضمائر، تمام؟ بصوا كده، لو قلنا أمثلة I can run، أنا أقدر أجري. He can swim، هو يقدر يعوم. She can read، هي تستطيع تقرأ. It can fly، مثلا لو بتكلم عن الطائر حاجة غير عاقل، إنه يستطيع يطير. They can play، هم يقدروا يلعبوا. We can sing، إحنا نقدر نغني. You can write، أنت تقدر تكتب. خدتوا بالكوا إن كان جه مع كل الضمائر، وخدتوا بالكوا كمان إن كل الأفعال اللي بجت بعد كان جت في المصدر. التصريف التاني بقى من كان أهو هيجيلنا بقى ونتعرف عليه، وهو كود. كود هي الماضي من كان، ومعناها استطاع. هو نفس شروط كان، بس هو بيتكلم عن المقدرة والاستطاعة على فعل شيء معين بس في زمن الماضي. برضو نفس شروط كان، بيجي مع كل الضمائر، بيجي لازم بعده الفعل في المصدر، بيجي بعده فعل بيتمم لي معنى الجملة. يعني لو أنا قلت مثلا When I was young، عندما أنا كنت صغير، I could swim، أنا كنت بقدر أعوم. When he was young، عندما هو كان صغيرا، he could run، هو كان بيقدر يجري. مش هنكمل ورق كان، لو انتوا هتشوفوا كان هتشوفوه في فيديو لوحده، لان هو بس كده عندكم جزئية كان وكود في منهج سنة تالتة، سنة ستة ابتدائي. في جزئية بقى كمان عندنا في الجرامر عن هنا، وهي when. بصوا بقى، لازم الاول وانت تعترف لكم بحاجه. احنا كنا عارفين ان وين معناها متى، اداه استفهام ومعناها متى، لكن وين في الحقيقه طالعه في اللغه الانجليزيه بدورين، طالعه بشخصيتين، تمام؟ اول شخصيه ليها كانت ان هي طالعه اداه استفهام، وتاني شخصيه ليها طالعه اداه ربط، تمام؟ تاني شخصية ليها طلع أداة ربط بتربط بين جملتين أهي. دي الشخصية التانية بتاعتها، إن هي إيه؟ أداة ربط، بتيجي في الجملة العادية مش في السؤال، وبيكون معناها عندما، بيكون معناها عندما، ما بيكونش معناها متى. هي بتربط بين جملتين، بتربط بين حدثين، عشان بتربط ما بينهم في جملة واحدة علشان تخلي الجملة مفهومة، تمام؟ يبقى وين مش معناها متى هنا، لا، هي معناها عندما، وهي بتربط بين جملتين وبتربط بين حدثين. طيب تعالوا نشوف كده بتربط بينهم ازاي. بصوا كده في المنهج عندكم هنا اهي، لما اقول هنا when when when، عندما عندما، وفاعل وبعده was aware، كنت صغير، عندما انا كنت صغير، انا كنت اقدر اعمل كذا، او ما كنتش اقدر اعمل كذا. يعني لما اقول when I was young، عندما انا كنت صغير، I couldn't count to 10، انا ما كنتش بقدر اعد لحد 10، تمام؟ ما هو خلي بالكم
couldn't الماضي من could اللي هو بيضيف لها not. ماشي بصوا برده هعرفها لكم اهي اهي يا ولاد ادي could اللي هي معناها استطاع بضيف لها not والاختصار بتاعها couldn't. couldn't لم يكن يستطيع couldn't تمام اهي لما بقول هنا I couldn't swim انا ما كنتش بقدر اعوم when I was five لما كان عندي خمس سنوات تمام. طيب بصوا تعالوا كده نشوف تاني هنا بيقول لي ايه when I was little عندما انا كنت صغير I could jump انا كنت بقدر اقفز تمام. طيب تعالوا نشوف برضو جزئية تانية في المنهج عندكم هنا في الجرامر. الجرامر يا ولاد حلوا عليه يعني حطوا قدامكم كده قاعدة وحلوا عليها الحل الكتير هو اللي هيثبت الجرامر عندكم. بصوا عندي كمان أداة استفهام تانية وهي اسمها how long. how long how long معناها كم المدة بسأل بيها عن طول المدة يعني بقول لك انت قعدت مدة قد ايه مثلا في بلد معينة يعني لو انا سألتك وقلت لك how long was he او they او you there كم المدة اللي انت قعدتها هناك فانت هتقولي انا قعدت هناك four حرف جر معناه لمدة يعني لو انا سألت وقلت how long were they there كم المدة اللي كانوا هم فيها هناك هرد وأقول they were there كانوا هناك for لمدة one week لمدة أسبوع واحد. وطبعا when الدور التاني بقى بتاعها اللي هي هنا معناها ايه متى اهي أداة استفهام معناه ايه متى هنا بقى طالعة دورها اللي هو المتعارف عليه اللي هي أداة استفهام ومعناها متى تمام وبسأل بيها عن الوقت اهي دورها التاني في اللغة الانجليزية انها معناها متى وين معناها متى للسؤال عن الوقت تمام. طيب تعالوا نشوف بقى برضو الجزئية التانية في الجرامر عندكم وهي اخر جزئية في الجرامر علشان كده ما يبقاش سيبنا اي حاجة وهي برضو من ادوات الربط خلي بالكم زي وين كده بقى بدورها التاني اللي هي معناها عندما. بصوا بقى ادي اف اهي اف اداة ربط اي واف اهي اف دي اداة ربط اداة ربط يعني بتربط بين جملتين خلاص. اف دي خلي بالكم ليها حالات كتيرة قوي بس احنا هنا هنتكلم عن حالة واحدة بس علشان دي اللي انتوا درستوها في منهجكم زي ما قلنا لو بقى في مراحل عمرية تانية تاخدوها بتعمق اكتر. اف هنا الحالة الاولى بتاعتها ان هي بتربط بين جملتين ولو اف هنا جت في الاول هيكون بعدها جملة وكما وجملة كمان. طيب لو جت في النص هيكون قبلها جملة وبعدها جملة. طيب هي بتربط اي جملتين وخلاص؟ لا هي بتربط بين جملتين بس بشروط معينة. هي بتربط بين الجملة الاولى والجملة الاولى بيكون فيها الزمن في زمن المضارع البسيط والجملة التانية في زمن المستقبل البسيط. طب استنوا كده بقى هنسيب اف شوية ونتعرف بسرعة على زمن المضارع البسيط وزمن المستقبل البسيط. هو زمن المضارع البسيط ايه هو؟ زمن المضارع البسيط من اسمه كده تكوينه بسيط جدا. تكوينه عبارة عن ايه؟ بصوا كده او تكوين زمن المضارع البسيط ان الفاعل لو كان من الضمائر دي اهي لو كان الفاعل من الضمائر دي اي او ذي او يو او وي او اي اسم جمع هيجي بعده الفعل في المصدر ولو الفاعل كان هي او شي او ات او اي اسم مفرد هيجي بعده الفعل متزود له حرف الاس او اي اس او اي اي اس ده زمن المضارع البسيط تكوينه سهل وبسيط جدا تمام. طب زمن المستقبل البسيط ده هو عبارة عن ايه زمن المستقبل البسيط ده؟ بصوا معايا زمن المستقبل البسيط بيتكون من ايه؟ من كلمة will و will معناها سوف
والمعناها سوف وال والمصدر وال والمصدر الفاعل وول والفعل في المصدر يعني الفعل من غير أي إضافة. وخلي بالكم إن ول بتيجي مع كل الضمائر، وخلي بالك كمان إن ول الاختصار بتاعها أهو الأبوستروفي ودبل ال يعني بيحذف الدبليو والآي. والنفي بتاع ول هو وونت، وونت نفي ول وونت، وبيبقى أهي هي بصورتها الاختصار بتاعها ما بنلاقيهاش خالص ويل نوت، لا بتبقى وونت. يعني لو أنا قلت أنا مش سوف أذهب إلى الشاطئ I won't go to the beach، تمام؟ لو أنا قلت أنا سوف أذهب إلى الشاطئ I will go to the beach. تعالوا نرجع لإيف تاني. عرفنا زمن المضارع البسيط وزمن المستقبل البسيط. دايما إيف بتربط بين حاجة، إذا أنت بتعمل كده هيحصل كذا. بصوا تعالوا ازاي، يعني اذا انا نسيت اعمل الهومورك بتاعي انا هكون متوتر، هكون متعصب متضايق. if I، بصوا بعد if هتعملوا ازاي يا اولاد علشان تتاكدوا. انا شخصيا بعمل كده من وانا صغيره. بصوا هحط سيركل كده على if على اداه الربط علشان احدد، واحط خط على الكوما. شايفين هعمل ايه؟ اهو عملت ايه، حطيت دايره على if وخط عند الكوما، احدد لنفسي. دايما تنظيم الإجابة بيكون فعلا هو السر في ان انا اعمل صح. بصوا بعد كده ابدأ الجملة الاولى بقى كده احط خط عند الفعل اللي فيها، والجملة التانية دايما بتبقى هي بقى اللي ناقصة، او يا اما الاختيار ناقص هنا او هنا. لو انا حددت خلاص فعل هعرف الفعل التاني فين. يعني هنا انا حطيت السيركل على اف، حطيت الخط عند الفعل الزمن المضارع البسيط هنا، لان مع الفعل اي الفعل جاي في المصدر. اذا انا نسيت الهومورك بتاعي الفعل التاني بقى في الجملة هيبقى ايه؟ ويل والمصدر، ويل والمصدر اهو فعلا ويل وبي في المصدر انا سوف اكون. تعالوا نشوف المثال التاني. اف احط سيركل على الاف على اداة الربط بعد كده، وخط عند الكومة اللي بتفصل بين الجملة الاولى والجملة التانية. دايما الجملة التانية مترتبة على الجملة الاولى. اذا انت بتذاكر هتنجح، اذا انت قطعت ربنا ربنا هيرضى عنك. if she loses her favorite pencil، اذا هي بصوا اهو ده الخط عند الفعل الاول. الفعل الاول فين نعرف ان هو في زمن ايه؟ بعد الشي، الفعل متضاف له اس. ده فعل في زمن المضارع البسيط. الجملة التانية هتكون في المستقبل البسيط والمصدر. she will be sad، سوف تكون حزينة. بعد كده الجملة التالتة if جت في النص هحط الدايرة. هي لازم بعد if شرطها ان لازم اللي يجي بعدها جملة في زمن المضارع البسيط، لازم تمام. الجملة اللي بعديها على طول ادي if اهي، الفعل اللي جي بعدها gets علشان الفاعل he gets. if he gets a good mark، اذا انت حصلت على درجات جيدة he will be happy، اذا هو حصل على درجات جيدة هو هيكون سعيد. هنلاحظ ان الكومة بتيجي لما افتك تكون في الاول، ولما تكون اف في النص ما بيبقاش فيه كومة. الشرط الوحيد ان بعد اف الجملة تيجي في زمن المضارع البسيط. كده يكون خلصنا كل جرامر سنة ستة ابتدائي. يا رب اكون قدرت افيدكم، وبتمنى منكم ان انتوا بجد ياريت تدوسوا لايك على الفيديو علشان يترفع ويوصل لعدد كتير من الطلبة، وكمان تشيروا الفيديو يا اولاد بينكم وبين صحابكم علشان مجهودي في الفيديو يوصل لعدد كتير واقدر افيد بيه طلبة كتير. يا رب اكون قدرت افيدكم. باي باي.